صلاح، أختي حلمت إنه رئيس السيسي عامل عربيات أصغر من الحجم الطبيعي، شكلها حديث، شكلها إيه بامبي، ووجهها وجواها أشكال بتنور، والعربية شفافة كلها وعبارة عن زجاج. حلو والله، يعني عربيات أصغر من الحجم الطبيعي وشكلها كويس. يعني هو في عربيات أصلا نزلت بالأحجام الصغننة دي، بس دي كلها إزاز. عامة هي بتبقى في تيسيرات كده هتحصل، وفي قرارات هتيسر للناس أمور الفترة اللي جاية، هتيسر في قرارات طيبة هتيسر للناس الأمور الفترة اللي جاية. إيه هي تخص إيه؟ الله أعلى وأعلم، بس هي في قرارات كده هتحصل إن شاء الله، والله أعلم.